متنفس لشي واحد. غادي نكون توتالر في مع الثمانية الفوق، غادي نكون مع الاخ الصديق ديالنا نبيل هرباز، وغيكون انس، وغيكون بوكريم عبد الكريم بونمر، وغادي يكون عماد، وغادي يكونوا هشام السنوسي، وغادي يكونوا بزاف اللي غادي يكونوا حاضرين. لا عندك شي قناه نطلع معاك، انا ما عنديش مشكله، اما انا راه ما كان عمرني درت شي واحد الصراحه، هي هذه. وما عندي وقت نشوف، انا جو سوي اونجاجي، اشاك فوا كنخطف شويه ديال الوقت. بعد المرات راني كندير اليوتيوب، راني كنجاوب التليفونات وكندير خدمتي دلو. وشكرا لك، الا كانت النيه ديالك حسنه والله العظيم الا خلات على الجزائر. المهم واحد القضيه قريتها في الانترنت هذا النهار، هذا ما عرفتش واش بصح ولا لا، قال لك هذاك الحزب الاسلامي في الجزائر راه تقبل الترشيح ديالو في الانتخابات، وكيفاش واش غنشوفوا شي 20 سوده اخرى ولا كيفاش؟ لا ما كاين والو، هذاك ديالهم، هذاك بحالو بحال الجيه اللي صوبوها بدو كيقتلوا في عباد الله، هذاك راه ديالهم، هذاك الحزب هذاك راه ماشي ديال كاش. في الجزائر ما عندهاش المعارضه، ماشي بحال المغرب. هات شوف هذا الثاني. واش فراسكم بلي اول جامعه تبناه هنا في التلمسان بناه مغربي في واحد البلاصه سميتها اكادير، المدينه اللي كبر فيها انا في المغرب؟ وها كيفاش بدات القصه. السلام عليكم اكادير اخويا. خوت غادي يهرب عليكم، كنت كنتوسع في التلمسان. واش شوف الماء بانت لي اكادير، قلت اكادير اش هواتي، ولقيت فيها اقدم جامع واللي بناه هو جبتو هادشي، جبتو لكم هنا. هاد لاكادير راه منها انطلقت التسميه ديال مدينه تنمسه اللي كانوا فيها الينابيع، من اكادير، من بعد بناو المنصوره، من بعد بناو الضريح ديال سيدي مودين، ومن بعد مسجد سيدي الحسن، مسجد سيدي ابراهيم. كان الاول، اول مسجد كان هو مسجد يوسف بن تفين، هو اكبر مسجد في تنمسان، وسط المدينه، وسط المدينه اكبر، وباقي الي حد الان هو اكبر مسجد يوسف بن تشفين. ما بدلوا ليه السميه ديالو، الاسم ديالو يوسف بن تشفين، المسجد الكبير ليوسف بن تشفين، كان اكبر. هذا المسجد هذا، وكاين مسجد سيد حلوي اللي هو ذا تكتورات مغربي، وفيه واحد العين، واحد الينبوع كيخرج طبيعي قديم، قديم الزمان كنا نمشيو ناخذوا منه الماء، في تراث مغربي. وهذا سيد حلوي البالي هو سميتو حي المغاربه، فيه غير المغاربه، كلهم مغاربه. نهار 75 ولا حي شبح، قتلوا طردوا كاع المغاربه كلهم طردوهم. وهذاك حي سيد الحلوي البالي فيه مغاربه، الاغلبيه من الرشيديه، من ريساني، من ارفود، مناطق ديال هذوك المناطق، وطردوهم كاملين واستولوا على البيوت ديالهم مباشره. اسبوع من بعد استولوا على البيوت ديالهم والديور ديالهم والممتلكات ديالهم والاموال ديالهم. هذا حي سيد الحلوي، باش نكونوا سلام السنة غوتي، تحياتي ليك، انا متابعه وفي ديالك، وحاليا نيت كاينه في اللايف ديالك. صراحه هذا القطع كما قلتي غادي نمشي يكسروا، ما بقاوش غير شويه يعني اللي كيتبعوا هذه الخرافات ديال الجزائر والاهداف اللي بغاتهم تحققوهم عن طريق هذا قاطع، باش غادي يمشي يكثر، وبغاو حتى يوليو يديروا لنا مشاكل مع خوتنا اللي اليهود المغاربه، وحنايا كنعتبروهم مغاربه منا وفينا، كل واحد الديانه ديالو، ولكن حنا مغاربه، ولدرجه اني كاع كنحس بان اليهود المغاربه عندهم وطنيه اكثر منا، وتبتوا هذا الشيء اكثر من موقف، عمرهم ما داروش موقف ضد المغرب نهائيا وضد الملك، وكيبغوا الملك لدرجه ما كتصورش. خاصنا نديرو شي حاجه، ما عرفتش انا والله ما عرفتش شنو خاصنا نديرو، خاصنا نديرو شي حاجه، ما كنتش نبقاو نتفرجوا بحال هكا. اودي خاص غير التحسيس، غير كل واحد يدوي، الفو كومينيكي، الفو كومينيكي ماكسيموم. حد المغاربه كيعيقوا
محد القطيع كي صغار غادي وكي صغار محدهم معايقين صافي. هاد دابا هاد الناس هادو قلناها بليز